تفقد وزير التعليم العالي أيمن عاشور المنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من طلاب الجامعات المشاركين في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. هذا ووجه وزير التعليم العالي الشكر للشركة المتحدة على تنظيم المهرجان ودعم الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية. بنها بورسعيد الزقازيق بصراحة يعني أنا سعيد بيكو جدا، وده يا فندم الحياة بتاعة الطلبة والأنشطة الطلابية اللي بيعملوها، وأنا ببقى سعيد بيها جدا. إحنا تسلموا يا شباب، أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى لكم تستمتعوا بمدينة من أجمل المدن اللي بنشوفها مش بس في مصر إنما على كل الميديترينيان. حقيقة البحر الأبيض إحنا فخورين باللي موجود وفخور بيكو النهاردة وانتم موجودين معانا هنا. اتمنى لكم ان شاء الله قضاء وقت جميل وترجعوا بالسلامه ان شاء الله عشان تيجوا تاني. خلاص، الفكره اشتغلت على فكره العالم العالمي بان انا ادمج بين الثقافه المصريه بين التراث النوبي او اللي بيكون في البيوت وكده والقضيه الفلسطينيه. انا شايف ان ده فعلا مزج ما بين الطابع وربنا يوفقك. هي اللوحه بتقول بتتكلم عن اصحاب الارض. اصحاب الارض متمثله في البطل الام، هي رمز الفلسطيني بالزي التراثي الفلسطيني والمستقبل لأهل فلسطين، متطلعة لقد إيه هي عندها صبر وجلد، ورمزية هنا للصبار على الصبر والجلد، وحقول البرتقان اللي بتتمثل فيها فلسطين ومشهورة بيها. الشعار بتاع المهرجان السنة دي العالم عالمين، وفي دعم للقضية الفلسطينية مع الأحداث اللي بنشهدها دلوقتي، فأنا حبيت أعبر عن القضية عن طريق الموديل. فرسمت بنت صغيرة غزاوية في حالة لولية من العالم الفلسطيني. كنت حابة أصور المعاناة اللي بتحصل لكن بشكل رمزي، وعبرت عن الرمز بالبنت. وطبعا رسمنا هنا في أجواء العالمين وكانت تجربة جميلة جدا. أنا شايف اللوحات كلها متأثرة بالقضية الفلسطينية، والحقيقة يعني الواحد تأثر معاك بالموضوع من كتر ما الحاجات معمولة حلوة. وإن شاء الله إحنا كنا أعلنا أول المهرجان إن إحنا 60% من الأرباح بتاعة المهرجان إن شاء الله لدعم القضية الفلسطينية بإذن الله. كلكم بسم الله ما شاء الله، يعني أنا شايف قدامي شباب مبدع مبتكر، أتمنى لكم كل الخير، ويعني بإذن الله تقضوا أيام جميلة هنا وتستمتعوا بالمدينة الجميلة دي، ونقدر إننا فعلا كل فترة هيبقى كده. إحنا عايزين طول الصيف كل الجامعات جاية، كل الشباب الجميل ده جاي، فبشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق. أقول لكم ربنا يوفقكم، أنتوا أولا منورين العالمين، تاني حاجة اللي يعني بصراحة الشغل هايل، يعني أنا بفكر أشتري منك دي على فكرة، يعني بعد ما نمشي من هنا هنشتريها منك. مبروك وربنا يوفقكم كلكم إن شاء الله.